بره التخصص. انا استاذ تربيه موسيقيه تخصصي بيانو، واحنا بنناقش رساله في معهد الفنون المسرحيه، فانا لن اتطرق بشكل كبير الى التخصص الدقيق، طبعا ده استاذتي هتكون دي، لكن انا هتكلم على شقين الاجزاء اللي اتكلمنا عنها الرساله بشكل عام، المنهجيه البحثيه، الاجزاء اللي تناولت فيها الايقاع الموسيقي بشكل او باخر. خلينا نتكلم الاول على الايجابيات. طبعا انا قلت ان موضوع البحث ده من الموضوعات الشيقه والشاقه في نفس الوقت، ان يتناولها في رساله الدكتوراه كانت محتاجه تتبسط باكثر من حاجه، لانها بيتناول موضوعات كثيره جدا، المراجع كثيره جدا جدا بشكل كبير، يدل على ان الباحث يعني قد كده كان حريص على انه يقرا وانه يطلع، سواء مراجع من الدول العربيه، سواء مراجع مختلفه، رسائل، دوريات، فكم المراجع انا بشكرك عليه وعلى المجهود اللي تم. شرح الدقيق لمجموعه من المواقف دي كانت يعني صعب قوي ان انا اشرح اداء، دايما احنا بتوع اداء، اذا كنت انا في تخصصي بيانو اي حضراتكم في التمثيل، ان انا اوصف اداء او اشرح اداء ده بيكون من اصعب ما يمكن. ففي كتير جدا من الاماكن اللي حضرتك شرحت فيها الاداءات بشكل كويس، ليك اضافات وتعليقات وان كنت يعني مخبيها جوه الشغل نفسه، لكن في النهايه حضرتك ليك تعليقاتك، ليك ملاحظاتك، ليك وجهة نظر بتقدم بيها العرض للشغل، إلى جانب أن الرسالة تخلو إلى حد كبير من الأخطاء اللغوية وده تشكر عليها، بل بالعكس كمان اللغة يعني دسمة مش لغة بسيطة دسمة منها. فأنا بشكر حضرتك على كل دي، ودي كلها إيجابيات للبحث.